بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 26. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة مخاطبا لعباده المؤمنين من هذه الأمة، يخبرهم سبحانه بقوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. سيحصل هذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لتبلون، اللام مؤكدة، لام التأكيد أن هذا لا بد أن يقع، خبر مؤكد من الله سبحانه وتعالى. في أي شيء تكون البلوى؟ وما هي البلوى؟ الاختبار. تبلون يعني لتختبرن. فالمؤمن لا بد يمتحن في هذه الحياة على قدر إيمانه، لا بد أن يختبر ليتبين
صدق إيمانه ويتبين قوة إيمانه وضعفه. في أموالكم ما ينزل بالأموال من النكسات والمصائب والتلف وغير ذلك، والأموال محبوبة للناس، محبوبة للناس، فلذلك يبتليهم الله بها، يبتليهم بها، يختبرهم فيأمرهم بإخراج الزكاة والصدقات والإنفاق على من تلزمهم نفقته. هذا ابتلاء من الله سبحانه. الإنسان يحب المال حبا جما كما قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، يعني كثيرا. فيصعب على الإنسان أنه يخرج من ماله ما أمره الله به إلا إن كان عنده قوة إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى. وكذلك يبتلى بماله بما يصيب المال من الآفات والتلف والخسارة، هذه مصائب، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تبلون في أموالكم وأنفسكم، تبتلون في أنفسكم بالأمراض والهموم والأحزان والمضايقات وموت الأقارب والأحباب والأولاد، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى أوتوا الكتاب الذي أنزله الله على أنبيائهم التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليهما الصلاة والسلام، وهما كتابان عظيمان من عند الله سبحانه وتعالى لهداية الخلق. ولذلك سموا أهل الكتاب، لأن الله أنزل عليهم الكتاب، وهذه منة عظيمة ونعمة عظيمة. من الله بها عليهم فهم أهل الكتاب، سمون بذلك فرقا بينهم وبين الأميين الذين ليس لهم كتاب قبل القرآن. الأميون ليس لهم كتاب قبل القرآن،
وكذلك سائر البشر غير أهل الكتاب ليس لهم كتاب، وإنما يتبعون الكتابين التوراة والإنجيل، إذا آمنوا بالله تبعوا الأنبياء من بني إسرائيل وغيرهم، وإلا فهم ليس لهم كتاب. ولتسمعن تسمعون كلامهم بأذانكم، تسمعون كلام اليهود والنصارى في أذيتكم وذمكم، مع أنكم أفضل منهم، لكن حسدوكم على ذلك فلم يجدوا ما ينتقمون به إلا الأذى بالكلام والتنقص الاحتقار. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، من سائر الكفار الذين ليس لهم كتاب وإنما يشركون بالله ويعبدون معه الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والكواكب وغير ذلك، يشركونها مع الله في العبادة. ومن الذين أشركوا، تسمعون من الفريقين الكتابيين والمشركين أذى كثيرا، ما هو أذى يسير بل هو كثير ومتنوع ومتتابع، ولا يزال إلى يوم القيامة. فالكفار من الكتابيين وغيرهم ضد المسلمين دائما، يتلمسون لهم المعايب ويكيدون لهم المكر وينصبون لهم الحبائل دائما وأبدا، وقد حذرنا الله منهم ومن صنيعهم، وأمرنا أن نأخذ الحذر منهم وألا نثق بهم، وإن تملقوا لنا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، لا نثق بهم أبدا بل نعتبرهم أعداء مهما تظاهروا بالمودة وهم كذبة، ولا يمنع هذا أننا نتعامل معهم بما أباح الله، لا مانع أن نتعاهد معهم، نبرم معهم المعاهدات ونشتري ونبيع منهم، لا مانع من ذلك، لأن هذا من تبادل المنافع لنا ولهم. أذى كثيرا، ليس أذى يسيرا وليس منتهيا بل هو متواصل إلى يوم القيامة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره
الكافرون ولو كره المشركون. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهنا يقول وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بماذا نقابل هذا الأذى الكثير؟ بماذا نقابل هذه المصائب في الأموال والأنفس إذا نزلت؟ هل نستطيع ردها؟ لا، لا نستطيع ردها، ولكن نقابلها بالصبر وتقوى الله سبحانه. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نقابلها بالصبر وعدم التنازل عن شيء من ديننا لإرضائهم أو لدفع أذاهم، لا نتنازل عن شيء من ديننا أبدا، بل نصبر على ذلك ونتقي الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه والتمسك بما شرع لنا، ولا نلتفت إلى كيد أعدائنا ونقول مسايرة لهم وتسامح وإلى آخره، لا أبدا، نصبر ونتمسك بديننا ولا نتنازل عن شيء منه لأجل رضائهم. الله أحق أن نرضيه وأن نخشاه سبحانه وتعالى. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافون، خافوني إن كنتم مؤمنين. تتعلق بالله سبحانه وتعالى واصبر على ما يصيبك من الخلق ومن الأعداء عند أذاهم، واصبر أيضا على المصائب في الأموال والأنفس ولا تجزع. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا جزع ولا ضعف ولا خور عند المصائب، ولكن نصبر عليها ونعلم أنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم ولا يجزع أو يضعف عند ذلك، ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك، أي الصبر والتقوى عند المصائب وعند أذى الأعداء، ذلك من عزم الأمور، من الأمور العظيمة التي تحتاج إلى عزم وإلى قوة وإلى ثبات. فإن ذلك من عزم الأمور.
ثم إن الله سبحانه وتعالى عتب على أهل الكتاب الذين يؤذون محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه أذى كثيرا، عتب عليهم ذلك وهم يعلمون أنهم أهل الكتاب ويعلمون أن محمدا رسول الله حقا بما يجدونه في التوراة والإنجيل من صفاته وثبوت رسالته عليه الصلاة والسلام، عاتبهم الله فقال لهم: لماذا تكتمون ما عندكم مما تعلمونه من شأن هذه الأمة المحمدية؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم الميثاق أي العهد، أخذه عليهم: لتبيننه للناس، لتبينن هذا الكتاب للناس، لأنه للناس وليس لكم خاصة، هذا للناس، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، تخفون ما فيه وتجحدونه، بل الله جل وعلا ائتمنكم على ذلك، فأدوا هذه الأمانة وبينوا للناس ما أنزل الله إليكم في هذا الكتاب، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلا تبين ما فيه للناس، لا تعلمون الناس العلم، لا تدعون إلى الله، لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لا تبينون الحلال والحرام للناس، لا تكتمونه، لأن الله ما أنزل هذا الكتاب إلا لهداية الناس، هداية البشر، فمن تحمله وجب عليه أن يبلغه وأن يبينه للناس. وليس المقصود أنه يحفظ الكتاب أو يعلم ما فيه، ليس هذا هو المقصود، هذا وسيلة إلى المقصود، المقصود هو البيان للناس وهداية الناس إلى الطريق المستقيم. كيف ترى الناس على الضلال والخطأ وعندك الكتاب الذي فيه بيان الحق، بيان الصواب، وتكتمه ولا تبينه للناس عند الحاجة، عند الحاجة إلى ذلك؟ فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تبيننه للناس ولا تكتمونه في صدوركم وتخزنونه في صدوركم أو في كتبكم، وتتركون الناس على الضلال وعلى الأخطاء وعلى الكفر والشرك، شاهدونهم
وهذا ميثاق أخذه الله على جميع العلماء من أهل الكتاب ومن غيرهم من هذه الأمة، على العلماء أن يبينوا للناس ولا يتركوا الناس وهم على الضلال والخطأ والجهل، ويتركونهم. هذا كتمان للعلم. والله جل وعلا قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الله بين كل شيء في الكتاب، لكن يحتاج إلى من يبلغه للناس. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يطردهم من رحمته ويلعنهم اللاعنون من المخلوقات. يلعنونهم. لماذا لم تبينوا لنا؟ لماذا لم ترشدونا؟ لماذا نضل وأنتم بين أيدينا وتسكتون؟ يلعنونهم والعياذ بالله. ويلعنهم اللاعنون. وكتمان العلم والناس بحاجة إليه يكون لأسباب، إما من أجل الكسل وحب الراحة، لأن يعني بعض العلماء وبعض الناس يقول أنا ما أنا ملزوم، أنا أتعب مع الناس وتابع الناس وما أنا ملزوم. لا، أنت ملزوم. ليه؟ الله حملك هذا الكتاب وهذا العلم، فيلزمك أن تبين للناس ما يحتاجون إليه في أمور دينهم وعباداتهم، لا سيما في أمر الشرك. أن ترى الناس يعبدون القبور ويذبحون وينذرون للأموات ويتبركون بالشجر والحجر وأنت تعلم أن هذا باطل وتسكت، فما يجوز، هذه خيانة. الكسل وحب الراحة يقول هكذا، أو يكتمه من أجل مصلحة دنيوية، إما لينال وظيفة، ولو تكلم وبين للناس يفصل من وظيفته، ما يخالف، خلوه يفصل، يبري ذمته ولو فصل، والأرزاق بيد الله جل وعلا، يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيترك البيان للناس ما أنزل الله هم بحاجة إليه، اتركوا ذلك لأنه يخاف على وظيفته، أو يخاف على مكانته عند الناس ورئاسته، يخاف على رئاسته، وأنه لو قام بهذا الأمر وبين الخطأ للناس لا يبقى على رئاسته ومكانته، يعني يزيله الشيطان هذا. وإلا في الحقيقة أنه إذا اتقى الله رفعه الله عز وجل، لكن يرى أنه لو بين للناس أنه إذا سكت عن الناس احترموه وقروه
وأجلوه، وإذا تكلم في عقائدهم أو في الخطأ الذي يقع منهم وبينوا للناس أنهم يؤذونه وتقل درجته عندهم، تقل منزلته عندهم، يخيل إلى بعض الناس هذا، والواقع بالعكس، أن الذي يخاف الله ويقوم بالواجب أن الله يرفعه ولا يذله ولا يخفضه، لكن هذا يحتاج إلى صبر ويقين، يحتاج إلى صبر وإلى يقين. لما جاء إخوة يوسف، لما جاءوا ودخلوا عليه وهو في طور عزه وملكه وهم محتاجون ويستجدون منه، جئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، يستجدون منه ويستعطفونه لأنهم لم يعرفوه. قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ عند ذلك عرفوا أنه يوسف. كيف صار بهذه المنزلة وهم بهذه المنزلة؟ قالوا: وإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه نتيجة الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا يوسف عليه السلام صبر واتقى الله على ما أصابه في المراحل التي مرت به، صبر واتقى الله، فكانت العاقبة أن الله رفعه وأصبح ملكا على مصر وبيده خزائن الأرض وهم يستجدونه ويستعطفونه. انظروا إلى العواقب. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، تبيننه للناس ولا تكتمونه. فماذا كان موقفهم، موقف أهل الكتاب من هذا العهد والميثاق؟ أنهم خانوا الله سبحانه وتعالى، فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، تركوا العمل به، نبذوه وراء ظهورهم أي لم يعملوا به وأهملوه، مثل إهمال من فظاهره عدم اهتمام به، وإلا هم ما وضعوا الكتاب خلف ظهورهم بالفعل، لكن وضعوا خلف ظهورهم بالعمل الذي عملوه، وهو أنهم تركوا الميثاق الذي أخذه الله فلم يبينوه للناس وكتموه. هذا هو نبذهم إياه وراء ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذا الذي ذكرنا، أن الإنسان لا يقوم بالعلم والبيان يخاف على وظيفته، يخاف على العوائد التي يعطونه،
يخاف على العوائد التي يعطونها له، يخاف على هذا، يخاف ينقطع الرزق لأنه يعتمد على الخلق ولا يعتمد على الله جل وعلا. اشتروا به ثمنا قليلا، استبدلوا، اشتروا يعني استبدلوا بالبيان الثمن القليل، وكل الدنيا متاع قليل. فأخذوا من الناس الوظائف والهدايا على أن يسكتوا ولا يبينوا للناس. هذا ثمن للعلم وثمن للكتاب، باعوه والعياذ بالله، باعوا الكتاب، باعوا العلم بثمن قليل. كل الدنيا قليلة، كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اشتروا به ثمنا قليلا، يمكن أخذوا وظائف كبيرة وأخذوا من الناس أموالا غزيرة، لكنها الحقيقة قليل، متاع قليل مهما كثرت. اشتروا به ثمنا قليلا، قال الله جل وعلا فبئس ما يشترون، بئس ما اعتاضوا عن الآخرة وعن العلم النافع وعن الدعوة والجهاد في سبيل الله، تعليم الناس، بئس ما يشترون. هذه كلمة ذم، أول شيء أنه قليل، وثاني بئس، هذا شيء مذموم، وهم يرون أنه مغنم وأنه مكسب لا، هذا مذموم، هذا مذموم عند الله عز وجل، بل مذموم حتى عند الناس. فالناس تقل منزلة العالم الذي يكتم علمه ولا يقوم به، تنزل مرتبة العالم الذي يداريهم ويخافهم، هتنزل مرتبته عندهم. أما لو أنه قام بما أوجب الله عليه لارتفعت منزلته عندهم، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف وواقع يعلمه كل أحد. ثم قال جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هم يفرحون بهذا الشيء في الدنيا ويرون أنه مكسب عظيم، يفرحون به. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من كتمان العلم، تعطيل العلم وكتم العلم، يفرحون بهذا ويقولون نحسن السلوك مع الناس، نتسامح مع الناس، هذا نقص عليهم في الدنيا والآخرة. وإن فرحوا به فسيندمون عليه عما قريب. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. بعض الناس يحب المدح، وأنه اللي يفعل كذا ويفعل كذا، وأنه الرجل الشهم الذي يفعل الخيرات والمبرات وهو ما فعل شيء، ويفرح بهالمدح وهو كذب. يفرحون وأن يحمدوا بما لم
يفعل. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا على ما لم يفعلوا. لا تحسبنهم بمفازة أي بمنجات، المفازة المنجات، بمفازة من العذاب. هم يزعمون أنهم ينجون من العذاب وهم واقعون فيه لا محالة. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، عذاب مستمر وأيضا أليم مؤلم شديد الألم لا يتحمل بسبب ما فعلوا من كتمان العلم ومحبة المدح والمنزلة عند الناس على حساب دينهم وعلى حساب علمهم. سيلقون عذابا أليما ملازما لهم لا ينفكون عنه. فهذا تحذير من الله جل وعلا لكل عالم يكتم علمه ولا يبينه للناس. ليس هذا خاصا باليهود والنصارى، وإنما ذكره لنا من أجل أن نعتبر وأن نتجنب طريقتهم. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى، غني عن هؤلاء وغني عن غيرهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قدرته تامة ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يضره من عصاه ولا ينفعه من أطاعه، وإنما ضرر المعصية ونفع الطاعة يرجعان إلى صاحبهما وأما الله فإنه غني عن العالمين، له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض من الكائنات والمخلوقات، كلها ملكه سبحانه وتعالى. وأيضا هو قدير على كل شيء لا يعجزه شيء، فهو غني عن هؤلاء وأمثالهم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يصلح علماءنا ويصلح ولاة أمورنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم ما لا تابعناه في الآونة الأخيرة أن امرأة تؤم المصلين في صلاة الجمعة والمصلون من الرجال والنساء مختلطين مع بعضهم في صفوف واحدة؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الكفار يكيدون للمسلمين ويعارضون الإسلام وأحكام الإسلام، ومن ذلك أنهم غزوا المسلمين بالمرأة، يزعمون أنها مظلومة وأنها مثل الرجل في كل شيء، يريدون بذلك أن يفسدوا المجتمع. فهم يريدون أن يفسدوا المجتمع ويريدون أن يظلموا المرأة، لأن هذا الأمر ليس من شأن المرأة. وإذا كلفت أحدا بشيء لا يستطيعه وليس من شأنه فقد ظلمته. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. المرأة وضعها الله في مكانها اللائق بها، فلا تأخذ أعمال الرجال لأنها لا تطيقها ولا تصلح لها، وهذا تكليف لها بما لا تستطيع. فهم يريدون ظلم المرأة من ناحية، ويريدون إفساد المجتمع من ناحية أخرى. فالإمامة في الصلاة ليست من شؤون النساء إلا مع النساء. المرأة تأم النساء لا بأس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة صحابية جليلة، أمرها أن تأم أهل دارها. أما أن المرأة تأم الرجال فليس هذا موقف للمرأة، وإذا وقفت فيه فقد أهينت والعياذ بالله. فإظهار المرأة بهذا المظهر المخزي هذا باطل، والمرأة ليس من صلاحياتها أن تأم الرجال ولا أن تخطب بالرجال، وإنما هذا من شأن الرجال. فأنت لو وضعت امرأة في موضع الرجل فقد ظلمتها، ولو وضعت رجلا في موقف المرأة فقد ظلمته. كل له موقفه وما يليق به. نعم. يقول: ما حكم من استأجر بيتا مبنيا من قروض ربوية؟ إذا علمت أنه مبني من قروض ربوية فابتعد عنه، لا تستأجره ولا تشتريه ولا، ابتعد عنه. نعم. هل من السنة الصلاة بين الأذان والإقامة؟ نعم، استحب الصلاة بين الأذان والإقامة. قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة بينهما صلاة، تصلي بينهما ما تيسر. نعم. يقول: هناك شركة تبيع سيارات بالتقسيط، هذه الشركة تستخدم المعرف وكيلا عليها في قبض قيمة الأقساط. شركة تبيع سيارات بالتقسيط، وهذه الشركة تستخدم المعرف أو المصرف. تستخدم المصرف. وكيلا عليها في قبض قيمة الأقساط. وكيلا عنها. وكيلا عنها في قبض قيمة الأقساط. إيه. والبنك لا يملك السلعة، بل الشركة هي المالكة للسيارة، مع العلم بأن البنك يتعامل بالربا ويأخذ قيمة دينار واحد على كل قسط. ما حكم ذلك؟ إذا كان عمل البنك مجرد أنه وسيط
يحصل الديون التي على الناس لصاحبها ويأخذ في مقابل ذلك أجرا فلا مانع من ذلك، البنك أو غيره، تجعل وسيطا ووكيلا يستوفي لك الديون من الناس في مقابل أن يأخذ أجرا على ذلك، بهذه الصفة لا بأس. نعم. يقول: اقترضت من أخي مبلغ بالعملة المحلية، هل يجوز أن أسدد له المبلغ بالعملة الأجنبية؟ نعم، من غير زيادة، هذا يسمى الصرف. إذا كان في ذمتك لشخص نقود من عملة خاصة ثم سددت له من عملة أخرى، هذا يسمى بالصرف، يجوز بشرطين، بشرط واحد، يجوز بشرط واحد وهو التقابل في المجلس. نعم. هل يجوز شراء لعب للأطفال التي هي على شكل صور صغيرة؟ الصور لا يجوز صنعتها ولا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها، لأنها محرمة وملعون من صور، محرمة وممنوع استعمالها سواء للصغار أو للكبار، ما جاء استثناء يستثني الصغار. نعم. ما حكم استعمال العطور التي بها نسبة من الكحول؟ إذا ثبت أن فيها نسبة من الكحول فلا يجوز استعمالها، لأن هذا استعمال للخمر وإن كان قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا مجرد شائعة، شائعات إنها الطيب فيه كحول وما ثبت، إنما هي شائعات، فالأصل الإباحة والحمد لله. نعم. من مات وهو تاريخ للصلاة هل نصلي عليه؟ إذا تيقنتم أنه تارك للصلاة نهائيا لا يصلي لا في بيته ولا مع الجماعة، ترك الصلاة ومات على ذلك ولم يتب، فلا تصلوا عليه. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما قولكم في من يقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز سماع غناء النساء بالدف للرجال؟ هذا أجازه كثير من العلماء بمناسبة الزواج فقط، بمناسبة الزواج، أن تغني النساء فيما بينها، تغني النساء فيما بينها بالغناء المعروف الذي ليس فيه تطريب ولا وليس معه موسيقى ولا معازف، وأيضا يكون داخل محيط النساء لا يسمعه الرجال، لأن صوت المرأة عورة يفتن الناس، إنما هذا بين النساء خاصة. نعم. تقول: اشتريت سيارة من البنك بالتقسيط ولم أعرف أنها معاملة ربوية إلا بعد استلامي للسيارة، فسألت فقيل لي: عليك بالتوبة والاستغفار، فما الحكم؟ ما ندري وش هالمعاملة الربوية، ما ندري، ربما أنك تقول أنها ربوية أو ما هي ربوية، ما ندري، لازم تبين صفة الشراء الذي حصل. نعم. تقول: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك السبابة عند قراءة التحيات؟ عند التشهد والدعاء، حركها عند الدعاء وعند التشهد، إشارة إلى التوحيد. نعم. ما صفة التقصير وكيف يكون تعميم الرأس، وهل يجزي أن أخذ بعض الشعر؟ تقصير لجميع الرأس، من مجموع الرأس لا من جميع، ما هو من كل شعرة لا، لكن من مجموع الرأس، من جوانبه ومن وسطه ومن
ما تترك ناحية لا تأخذ منها في التقصير. نعم. يقول: عندما أذهب لإتمام النظرة الشرعية للمخطوبة، ما هي الأمور التي يجوز أن أسأل عنها؟ يجوز النظر إلى المخطوبة في حدود ما يرغبك في زواجها، تنظر إلى وجهها وإلى كفيها وإلى شعرها، ويكون هذا من غير خلوة، يكون هذا بحضور وليها، حضور وليها، ولا تنظر إلا إلى هذه الوجه والشعر والكفين لتعرف هل تصلح لك أو لا. نعم. يقول: كيف أطرد وساوس الشيطان في الصلاة وغيرها؟ بالاستعاذة بالله من الشيطان في بداية الصلاة بعد الاستفتاح، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بحضور قلب، ويذهب الله عنك الشيطان. نعم. وكيف يعرف الإنسان بأنه مصاب بالعين أو بالسحر أو بالمس؟ الله أعلم، ما يكون عند الإنسان وساوس، كل شيء عين، كل شيء سحر، كل شيء جنون، لا، الأمراض كثيرة وأنواع الأمراض كثيرة، فعليه بالعلاج النافع من الأدعية والأدوية المباحة، والتوكل على الله عز وجل، واعتقاد أن الشفاء من الله، وأن هذه أسباب أباحها الله تتعالج بها، والله جل وعلا قريب مجيب. نعم. هل طلب العلم واجب أم مستحب؟ طلب العلم على قسمين: قسم واجب على كل مسلم، وهو أن يتعلم أمور دينه، يتعلم أمور دينه من عقيدة وصلاة وزكاة وصيام وحج، أركان الإسلام الخمسة لا بد أن تعرف أحكامها، لأنها مطلوبة منك، من كل مسلم، هذا يسمونه فرض عين على كل مسلم. أما النوع الثاني من أنواع التعلم هو فرض الكفاية، وهو تعلم أحكام المعاملات وأحكام الوصايا والأوقاف والمواريث والأنكحة والطلاق، هذا إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن البقية وبقي سنة في حقهم. نعم. ما صحة حديث من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربعا بنى الله له بيتا في الجنة؟ هذا حديث صحيح، يستحب لك أن تصلي قبل الظهر أربع بسلامين، وبعد الظهر أربعا بسلامين، والله جل وعلا وعدك أن يبني لك بيتا في الجنة إذا أخلصت النية له سبحانه وتعالى. نعم. هل المرأة تصلي على الجنازة؟ نعم، لا بس صلي المرأة على الجنازة، لأن الصلاة دعاء، والمرأة تدعو للميت، تصلي عليه وتدعو له بدون صلاة. نعم. يقول: ما حكم من يقول بأن التشيع دين من الأديان الصحيحة؟ الدين الصحيح هو ما جاء عن الله ورسوله وما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الدين الصحيح. أما مذاهب الناس فالمذهب الذي يوافق الكتاب والسنة هذا صحيح، والذي يخالف الكتاب والسنة هذا باطل. نعم. تقول سماحة الشيخ:
اعتمرت وأنا في السعي أتاني سيلان وصبيت عليه الماء ثم توضأت للصلاة وصليت، فهل صلاتي وعمرتي صحيحة؟ للسعي؟ نعم. السعي لا بأس، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، وإنما الطهارة مستحبة في السعي، فلو سعيت وأنت على غير وضوء صح سعيك. نعم. تقول أريد أن أعطي شخص من الزكاة، فهل أسأله هل هو من أهل الزكاة أم لا؟ إذا كنت لا تعرفه، إن كنت تعرفه فأعطه، ويعني تعرف حاجته فقره أعطه، إذا كنت لا تعرفه وأنت في شك من أمره تقول له هذه زكاة، إن كان من أهل الزكاة خذها، وإن كان من من أهل الزكاة اتركها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه من الصدقة، فرأى فيهما قوة وقال إن شئت ما أعطيتكما، إلا أنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي يستطيع الكسب. نعم. هل يجوز إقامة جماعة ثانية وانتظار الإمام الأول إذا كان في التشهد الأخير، خاصة وأن الإمام الأول إمام راكب؟ أحسن ينتظرون إلى أن يسلم الإمام، لا يدخلون في صلاة أخرى أو جماعة أخرى والجماعة الأولى لم تنتهي، فأحسن أنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام. نعم. يقول كم مقدار النصاب الواجب فيه الزكاة بالريال؟ النصاب الواجب فيه الزكاة من الفضة 200 درهم إسلامي، وهي بالمثاقيل 140 مثقال من الفضة، 140 مثقال من الفضة، أو ما يعادلها للصرف، ما يعادلها في الصرف. فتسأل الصيارفة كم تساوي 140 مثقال من الفضة، كم صرفها، وتخرج ما يخبرونك به لأنهم أهل الصنف. نعم. يقول ابن أخي توفي وعمره 5 سنوات، وأنا ربيته منذ كان عمره يوما واحدا، هل يشفع لي يوم القيامة؟ لك أجر القرابة لأنه ابن أخيك، ولك أجر اليتيم لأنك كفلت اليتيم، فلك أجران، أجر القرابة وأجر كفالة اليتيم. نعم. يقول ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ لا بأس بالاعتكاف في المساجد كلها، المساجد الشرعية التي ليس فيها قبور وليس فيها أضرحة، المساجد التي تصلى فيها الجماعة كل وقت يعتكف فيها. قال جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عموم جميع المساجد. والاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذا أفضل. وأما الاعتكاف في غيرها من المساجد فلا بأس. نعم. هل على المسافر أن يصلي السنن الرواتب؟ لا، المسافر إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك راتبة الفجر لا حضرا ولا سفرا. أما بقية الرواتب فإذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصليها، لكن يصلي غيرها من النوافل. نعم. تقول هل يلزم سترة للمصلي عندما يصلي في الحرم بسبب الزحام؟ هل يلزم سترة للمصلي في الحرم؟ مصلي في الحرم إن كان يصلي مع الإمام
فسترة الإمام سترة لجميع المصلين الحمد لله ما يحتاج. أما إذا كان يصلي وحده في المسجد الحرام وفي زحمة فلا يعرقل الناس ويعرقل السير ويمنع المارة ويحط له سترة الله هذا رفع للحرج الحمد لله. وما جعل عليكم الدين من حرج. والسترة سنة ما هي بواجبة، فإذا حصل ضرر في اتخاذها فإنها لا ليست لازمة الحمد لله، رفع للحرج عن الناس. نعم. هل نرفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم، هذا هو الأفضل، أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم.